على مساحة 7 دونمات يتمدد مشروع مجتمعي ريادي على شكل معرض دائم لمنتجات الريف والبادية والصناعات الغذائية التقليدية في العاصمة عمان. وبكلفة 3 ملايين دينار تقريبا ينفذ المشروع بموجب اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارتي الزراعة والبيئة ممثلة ببرنامج التعويضات البيئية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويضم مبنى مكونا من صالات عرض داخلية وخارجية ومرافق للتدريب وورش عمل ومطابخ إنتاجية ومساحات خاصة للأطفال ومركزا لتشجيع المبادرات وساحات للسيارات. هذا المعرض الدائم الأول من نوعه على مستوى المملكة يستهدف إيجاد مساحة تسويقية ثابتة للمنتجات الزراعية وثمار الريف والبادية على مدار العام. وبحسب وزارة الزراعة ستعمم هذه التجربة الريادية في معظم المحافظات في مرحلة لاحقة. يهدف هذا المعرض لدعم المنتج الريفي، دعم المرأة الريفية وتمكينها. نحن في وزارة الزراعة ابتدأنا بالتدريب والتأهيل ثم التمويل بحوالي 20 إلى 25 مليون دينار مشاريع بقروض بدون فوائد، إضافة إلى منح من عدة مؤسسات إقليمية ومحلية. واليوم إحنا عبر مهرجاناتنا الموسمية سواء الزيتون أو الرمان أو مختلف المهرجانات الموسمية نهدف إلى دعم المرأة الريفية. المعرض الدائم هو دعم دائم للمرأة الريفية. راح تستفيد منه تقريبا من 200 إلى 300 جمعية تعاونية لديها منتجات ريفية، وهذا يشكل إضافة نوعية لهذه الجمعيات، بحيث سيستفيد من هذه الجمعيات تقريبا 3000 إلى 4000 أسرة منضمين في هذه الجمعيات التعاونية، وأيضا سيكون هناك فرص تشغيل مباشرة وغير مباشرة في هذا المعرض إن شاء الله.